المقلوبة المقدسية هاي مش أول مقلوبة. المقلوبة الأولى اللي عملتها في 2015 كانت بسبب إبعادي عن المسجد الأقصى في شهر رمضان، واليوم برمضان 2021 أول مقلوبة صمود وتحدي إلنا على باب الأصباط عن طريق المجاهدين تحديداً، لأني مو بعد عن المسجد الأقصى وبقدرش أدخل، أنا عملت المقلوبة على الأبواب وكمان بدخل أكل للصائمين اللي بيدخلوا على المسجد الأقصى من أهل الضفة الغربية. جايين نفطر الصائمين، هاي المقلوبة، هيها هاي المقلوبة. وبعدها أنا عن الأقصى من 4/8 ل10/2 أبعدوني كمان ل10/8، ما فتش مستنى إلا بفوت متنكرة متخفية وبلقطوني، بس أنا الله معي والحمد لله رب العالمين، والله بفوت بس المرة يعني ما فيش رحمة علي إذا مسكوني. يعني شعور بالقهر انك تكون مبعد عن المسجد الاقصى وانت يعني من القدس وانت مولود في مدينه القدس وبتسمع صوت الاذان وبيمرق الناس من قدامك بتقدرش تدخل على المسجد الاقصى، فما بالك الشعور لما تكون انت مبعد في شهر رمضان عن المسجد الاقصى؟ شو بدي اقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل، خلي هذول اللي تطبعوا يتفرجوا علينا اللي سندوا ظهرهم فيهم، احنا كنا نهتف على درج الاقصى، الشعب العربي وين والدم العربي وين؟ أتريني كنت وراي سلسلة، مش وراي شعب عربي، سلسلة وراي. رسالتي لكل واحد بيقدر يدخل للمسجد الأقصى، كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى أن لا يترك مكانه، لأنه ترك مكانه والفراغ في المسجد الأقصى يؤدي إلى ملء هذا الفراغ من قبل مستوطنين ومشاريع تهويدية داخل المسجد الأقصى. لا تترك المسجد الأقصى، رابطوا فيه.